مجزرة في تعز في يوم من أيام المهرجان الدبلوماسي في الكويت، وفي يوم 52 من سريان اتفاق التهدئة المعلنة من قبل الأمم المتحدة، 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل استشهدوا وأصيب 10 آخرون في قصف لميليشيا الحوثي والمخلوع استهدف مشروعا للمياه في حي حوض الأشراف وسط المدينة. مصادر طبية أكدت أن الجرحى وصلوا إلى المستشفيات في وضع خطير لا يحتمل، وتم إدخالهم غرف العناية المركزة. مجزرة جديدة وضحايا تضاف إلى عشرات المجازر بحق المدنيين في مدينة محاصرة منذ أكثر من عام. وحدها تعز تكتشف كل يوم أن حواليها وفي محيطها وعلى أبوابها من تطاوعهم قلوبهم، إن كان لهم قلوب كي يطلقوا قذائفهم ورصاصاتهم على جماجم الأطفال والنساء. قد يبدو ذلك عاديا في يوميات المدينة العالقة في أمزجة المحاربين وعلى هامش جدول أعمال المتفاوضين وطاولة الوسطاء الدوليين، فارتفاع منسوب الدماء المراقة على هذه الأرض لم يصل بعد إلى عتبة الألم بمقياس إنسانية الحرب التي تستوجب الصراخ لوقف هذا الجنون. لعبة عبد الأصابع الدموية تجري على أجساد الأطفال والنساء والمدنيين وعلى جسد هدنة ولدت ميتة، ومع ذلك ثمة من يتمسك بها ويريد إنعاشها. تقول إحصائية المجلس العسكري فإنه منذ بدء التهدئة في تعز سقط نحو 48 مدنيا و99 من أفراد الجيش الوطني والمقاومة بالإضافة إلى مئات الجرحى. وبينما يستعد الأهالي لاستقبال شهر رمضان، تصعد الميليشيا من قصفها وحصارها، وهو ما يفاقم من صعوبة العيش وتحركات المواطنين في المدينة.